بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل مع بعض برمجة شاشة المؤلفين الجزء الثالث. طيب في الفيديو اللي فات كنا عملنا الكومبو بوكس وزرار الإضافة كمان كان يشتغل. في الفيديو ده عاوزين نعمل مع بعض الأوتو نمبر أو الترقيم التلقائي اللي احنا عملناها في الشاشات اللي هي بتاعت الدول وبتاعت الأصناف أو التصنيفات، فهنشوفها كده بسرعة عشان نفهمها للناس اللي ما شافتش كويس معانا الفيديوهات اللي فاتت، ويعتبر هنعملها من الصفر عشان الناس تشوفها تاني. طيب شاشة الدول، أول لما بنفتح إحنا مثلا عندنا 4 دول، فهو أوتوماتيك بيجيب لي هنا ده مقفول ما أقدرش أعدل فيه، وبيجيب لي الدولة رقم 5، يعني بيقول لي اشتغل على الدولة رقم 5. طيب حلو أوي. طيب باختصار شديد عشان نعمل الكلام ده بنعمل إيه؟ هنعمل ستورد بروسيجر جديد، هنقول له هات لي الماكس رام نمبر أو أقصى رقم موجود في المؤلفين أو في جدول المؤلفين. بمعنى أنا مثلا عندي هنا مفيش غير مؤلف واحد بس، فبقول له هات لي أقصى رقم وأزود عليه واحد تاني. طيب نعمل الستورد بروسيجر ده بسرعة إزاي؟ طبعا عشان نوفر على نفسنا بنجيب واحد يعني اتعمل قبل كده ونعمل واحد زيه. تمام، فمثلا عندنا هنا الكاتيجوري ماكس اي دي، ممكن نعمل ثانية واحدة، ندوس كليك يمين مود، اسف، كليك يمين موديفاي يعني عشان نعدله. تمام، فهو هنا الستورد بروسيجر بسيط جدا، بيجيب لي الكاتيجوري ماكس اي دي يعني اقصى رقم في جدول الكاتيجوري. لا احنا المرة دي عاوزين في جدول ايه؟ جدول الاسر. تمام، اسر ماكس اي دي يعني اكبر اي دي عندي في جدول الاسر، بدل التر يعني تعديل هنقول له كريت يعني انشئ لي واحد جديد. هنا بقول له سيلكت ماكس اي دي فروم ايه بقى؟ فروم اسم الجدول بتاعي اسر. تمام، طيب هدوس اكزيكيوت، فقال لي كوماند كومبليت سكسسفلي، يعني تم انشاء الستورد بروسيجر باسم اسر ماكس اي دي. بمجرد ما استدعيه هيجيب لي اقصى رقم موجود، فانا اقدر اعرض له هنا اقصى رقم موجود زائد واحد. تمام، طيب هنيجي هنا عندنا اول خطوه هنعملها، هنيجي رقم المؤلف، هنخلي الحته اللي هي بتاعت ريد اونلي هنخليها ترو عشان من يعني ما يقدرش ان هو يعدل فيها. طيب المفروض هنيجي هنا عندنا في الفورم لود. تمام، واحنا بنعمل فورم لود لازم هنا نجيب له الماكس اي دي. طيب حلو قوي قوي. طبعا هنا في الشاشه عندنا عارفين ان احنا ما بنتعاملش بشكل مباشر، احنا بنشتغل بنظام الطبقات زي ما شرحنا قبل كده. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعمل عمليه على شاشه، عمليه نوصل بيها للستورد بروسيجر، يعني بمعنى اصح عمليه على قاعده البيانات. فعمليه على قاعده البيانات دي بنشتغل في الفولدر بتاع السيرفيس. فهروح انا دلوقتي في شاشه المؤلفين، تمام، هاجي عند الاوسر سيرفيسز، تمام، اللي انا بتعامل بيها مع قاعده البيانات. عندي داله كانت بتجيب لي الجيت اول داتا، لا انا هعمل داله مثلا زيها، ممكن ناخد دي كوبي عشان نختصر، وهنا مثلا بدل ما جيت اول داتا هنا هنقول له جيت ايه ماكس اي دي. تمام، فروم مثلا اوسر تيبل، يعني بيجيب لي اقصى رقم من جدول اوسر. طبعا هنا معترض عشان دول بنفس الاسم، فانا هنا هقول له جيت اوسر ماكس اي دي، يعني هات لي اقصى رقم في الاسر. طبعا هو هنا الاسم حتى لو طويل شويه مش هتفرق معانا. هنا بنقول له ريتيرن لي الستورد بروسيجر ده، طبعا عندنا لسه ما فيش بارامترات. تمام، طيب الستورد بروسيجر بتاعنا لازم نغير اسمه، هناخد الاسم اللي احنا عملناه ونيجي هنا نقول له اهو. تمام، فكده في السيرفس عندنا الفانكشن دي او الداله دي او المسج دي لما استدعيها هترجع لي الماكس اي دي على طول زي ما عملنا قبل كده. حلو قوي، خلاص اقفل كده السيرفيسز، مش محتاجه في حاجه تاني. اجي عند البرزنتر، تمام، بعد ما عملت فيل الكومبو بوكس هاجي كده اعمل مثلا بابليك فويد لانها مش هترجع حاجه، هنسميها مثلا اوتو نمبر يعني الترقيم التلقائي. دالة اوتو نمبر دي يا جماعه المفروض اللي كان بيحصل فيها كالاتي، ان انا بقول له هنا عندنا ده تي اكس تي اي دي، وهنا تي اكس تي نيم، وده التاريخ. طبعا بقول له العناصر الموجوده عندك هنا دي خلي زي الاي دي مثلا، خلي لي الاي دي بيساوي الماكس اي دي اللي هو اقصى قيمه اللي هو مثلا هنا واحد، فانا بقول له 1 زائد 1. تمام، طبعا شرحناها قبل كده بالتفصيل الممل. طيب نيجي هنا عند البريزنتر، هنعمل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ طبعا عاوزين نوصل ليه تاني، عاوزين نوصل للتكست بوكس ده، هنوصل له ازاي؟ هنوصل له عن طريق الانترفيس اللي هو الاي اوسر بتاعنا. تمام، دوت نشوف هنا كده، هلاقي ان احنا عندنا هنا نشوف الخاصيه بتاعت الاي دي، هلاقيها موجوده فعلا. نيجي في الاوسر هنا الاي اوسر عشان نتاكد، هلاقي فعلا الخاصيه الموجوده بتاعت الاي دي. هنقول له بتساوي ايه بقى؟ ركز مع بعض يا جماعه،
عندنا احنا عاوزين نوصل للداله اللي احنا لسه عاملينها من شويه من سيرفيسز اللي هي بتجيب لي اخر رقم موجود في الداتابيز، فهنيجي نجيب الكلاس بتاع السيرفيس اهو موجود فوقها تمام، دوت ايه بقى؟ دوت اسم الداله اللي هي جيت اوسر ماكس اي دي. حلو، المفروض ان السطر ده كده بيرجع لي جدول. طيب جدول ازاي؟ جدول فيه الشكل ده كده، لو وقفت الجزء ده كده عشان ننفذه ككويري عادي خالص، ممكن نعمل هنا اهو، هيرجع لي جدول على شكل عمود ما فيهوش غير الرقم بتاع الاي دي او عدد الاي دي تمام. فانا عندي جدول ما فيهوش غير عمود واحد وصف واحد، يعني ما فيهوش غير حقل واحد بسيط جدا. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ دوت روز، لان هو هنا انا دلوقتي بسوي جدول عاوز اعرض جدول بالكامل هنا، فهو هنا طبعا مش قابل، فاقول له دوت روز تمام. طيب ليه قبل هنا دوت روز؟ لان الداله دي لو نرجع لها تاني، الداله دي في الاخر بترترن لي ايه؟ داتا تيبل، يعني بترترن لي او بترجع لي جدول تمام. فعادي جدا لما اقول له دوت روز مثلا صفر وصفر اهو، زي ما عملنا في زي مثلا في الكاتيجوري بريزنتر والكلام ده كله، عملنا الشاشات دي كلها قلت له ايه؟ دوت روز صفر صفر، وفي الاخر خالص قلت له مثلا دوت تو سترينج او ايا يكن اللي انا عملته. طيب حلو قوي. المهم هنا طبعا هو هنا معترض، ليه؟ لان الاي دي عندنا هنا، احنا الاي دي كنا عاملينه ايه يا جماعه؟ كنا عاملينه انت، يعني كنا عاملينه نوعه رقم تمام. فلازم احول له دي كده، اعمل له كونفرت. طبعا احنا المفروض فاهمين الكونفرت تو انت 32 تمام، عشان يقبل هنا. فانا قلت له من فضلك هات لي البيانات اللي راجعه من الداله بتاعت الماكس اي دي، العمود رقم صفر، الصف رقم صفر، اللي هو ايه ده؟ العمود رقم صفر، الصف رقم صفر، اللي هو الواحد ده. في الاخر خالص بقول له زائد واحد. طيب ليه زائد واحد يا جماعه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، عشان خاطر انا مثلا عندي هنا موجود واحد بس، فانا عاوز اقول له ضيف لي رقم اتنين بقى، فانا بقول له زائد واحد دي عشان يضيف لي اللي بعده تمام. طيب هاجي هنا برضو عندنا الاي اوسر دوت، عندنا يا جماعه الاوسر نيم، هنقول له بتساوي فاضي، يعني بمعنى اصح لما الشاشه دي تفتح عاوز دي تكون فاضيه، وعاوز التاريخ يكون على تاريخ النهارده. طيب نفتح الانترفيس بتاعنا نشوف اللي هو الاوسر ديت دي كنا مسوينها بايه. نرجع هنا تاني عندنا الاوسر ديت كنا مسوينها يا جماعه بالديت تايم، وزي ما قلت لكم احنا هنعدل فيها بعد كده. طيب زي ما قلنا كنا مسوينها بالديت دوت تكست، فاحنا عاوزين نقول له لا من فضلك خليها لنا على الديت بتاع دلوقتي، يعني اول لما الشاشه تفتح يجيب لي على تاريخ النهارده، ما يجيبليش على تاريخ قديم. فهنروح برضو جوه الانترفيس هنقول له عندنا هنا الاوسر ديت هتساوي يا جماعه؟ هتساوي ديت، عندنا في داله جاهزه بتجيب لي الديت بتاعنا، الديت تايم دوت ناو حلو دوت تو شورت سترينج او ديت سترينج. طيب تاني الداله دي بتعمل ايه؟ الداله دي او دي كده داله جاهزه من لغه سي شارب بتجيب لي التاريخ بتاع الجهاز بتاع الويندوز بتاع دلوقتي، فانا بقول له حط لي في المتغير اللي هو الاوسر ديت التاريخ بتاع دلوقتي. امتى؟ لما الشاشه دي تكون اول مره تفتح. تاني الحته دي اول مره نشرحها، اول لما الشاشه دي تفتح انا عاوز يجيب لي التاريخ على تاريخ النهارده، مش عاوز يجيب لي على تاريخ امبارح ولا اول. فباجي هنا بقول له ان الاوسر ديت بتساوي الديت تايم دوت ناو، يعني دلوقتي دوت تو شورت سترينج، يعني هات لي التاريخ بس بصيغه قصيره اللي هو مثلا 21/1/2020، مش مثلا اكتوبر واللي هو يجيب لي صيغه طويله، احنا عاوزين نجيب صيغه قصيره تمام. طيب هنيجي عندنا هنا يا جماعه عند ناقص عندنا، عملنا دي ودي ودي، ناقص عندنا السي بي اكس او الكومبو بوكس، عاوزين يقول له اقف لي على رقم واحد. يعني ايه اقف لي على رقم واحد؟ يعني مثلا انا دلوقتي نفترض عاوز اول لما الشاشه تفتح يقف لي هنا على العنصر الاول. طيب هنعملها ازاي يا جماعه؟ عندنا هنا لو تاخدوا بالكم كنا عاوزين نتعامل مع الكومبو بوكس، فكنا عاملين داتا سورس وكنا عاملين ديسبلاي ممبر وفاليو ممبر، عاوزين نعمل حاجه جديده بقى اللي هو انا بقول له اقف لي على العنصر الاول. طيب اقف لي على العنصر الاول دي معناها ايه؟ معناها سيلكتد اندكس. طيب ايه سيلكتد اندكس دي؟ الناس اللي المفروض مش مبتدئ عارفه ان سيلكتد اندكس دي عباره عن خاصيه موجوده للكومبو بوكس تمام. الخاصيه دي بقول له بيها اقف لي على العنصر رقم كذا.
طيب عشان استخدمها كام في بي هعمل ايه؟ هاجي هنا تمام في الانترفيس بتاعنا وهعرف خاصيه جديده مثلا، بس طبعا هخليها انت. ليه انت؟ لان انا دلوقتي هتعامل مع رقم، فهسميها سيلكتد اندكس، يعني هي الخاصيه المفروض اسمها كده. طيب نيجي هنا عند شاشه الاوسر، طبعا هيضرب الانترفيس بتاعنا هيضرب ايرور تمام، لانه المفروض نعملها امبلمنت. فهنا بيقول لي السيلكتد اندكس دي انت هتسويها بايه؟ السيلكتد اندكس بقى هسويها بالخاصيه، هروح على السي بي اكس كانتري اللي هي موجوده عندي دي يا جماعه عشان نركز مع بعض. هقول له بقى دوت ايه بقى؟ الخاصيه اللي انا عاوزها دوت سيلكتد اندكس، دي الخاصيه اللي انا عاوزها. هاجي هنا بكل بساطه هقول له بتساوي سيلكتد اندكس دوت فاليو، الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي مشاكل تمام. بتساوي ايه الفاليو؟ يعني القيمه حطها لي فيها. طيب حلو قوي قوي. نيجي هنا بقى للبريزنتر بتاعنا، هقول له الاي اوسر دوت الخاصيه اللي انا لسه عاملها دلوقتي حالا دوت ايه بقى؟ سيلكتد اندكس تمام بتساوي، هنساويها بايه؟ بصفر. طيب ليه بصفر؟ لما انا اقول له بصفر معناها بقول له اقفلي على اول عنصر. الناس اللي عارفه الكومبو بوكس وعارفه مش مبتدئه اللي تابعت معانا في الدروس اللي فاتت عارفه يعني ايه سيلكتد فاليو ويعني ايه سيلكتد اندكس ويعني ايه دوت تكست، عارفه الخواص دي كلها، دي كلها خواص من ضمن الخواص بتاعت الكومبو بوكس. فانا عشان استخدمها بطريقه الام في بي لازم الخاصيه اللي انا عاوز استخدمها الاول اعرفها جوه الانترفيس كمتغير عادي جدا. اجي هنا اعمل له امبلمنت اسويه بالخاصيه اللي انا عاوزها، اجي هنا في البريزنتر ابعت له القيمه اللي انا عاوزها. طيب ده كله ليه يا جماعه؟ ده كله عشان خاطر انا بعمل الاوتو نمبر. طيب حلو قوي قوي. يبقى انا كده عملت هنا يجيب لي الرقم الاخير، وهنا عملت التاريخ بتاع النهارده، وهنا عملت يقف لي على اول عنصر، وهنا عملت اسم المؤلف يجي لي فاضي. طيب حلو قوي. هنيجي بقى احنا عاوزين نسترق الكلام ده، هنيجي هنا يا جماعه عندنا هنا اهو بعد ما نعمل في البوكس لازم نقول له اوسر بريزنتر دوت اسم الداله بتاعتنا ايه؟ اوتو نمبر. هستدعيه يعني كل اللي انا بقالي ساعه بعمل فيه ده اللي هو الكلام ده هستدعيه. طيب ليه عملت الفيل كومبو بوكس الاول؟ ليه؟ لان انا عندي هنا لو تفتكروا مستخدم خاصيه اسمها السيلكتد اندكس خليه بصفر. طيب حلو قوي قوي. فانا لازم الاول املى الكومبو بوكس بتاعتي الاول وبعد كده اقول له اقفلي على العنصر رقم كذا. لكن هل من المنطقي والكومبو بوكس بتاعتي لسه ما ملتهاش اقول له اقفلي على العنصر رقم صفر؟ هيروح يلاقي الكومبو بوكس فاضيه فهيضرب ايرور او لسه ما فيهاش اي عناصر. طيب عاوزين نتاكد ان الكلام ده صح ولا لا، نرن بسرعه كده ونشوف يا ترى الكلام ده هيكون مظبوط ولا لا. نفتح المؤلفين، جايب لي فعلا هنا على رقم 2 وهنا دي فاضيه وجايب لي مصر المغرب وهكذا. طيب حلو قوي قوي. عاوزين بقى نعمل ايه بعد زرار الاضافه؟ نفس اللي عملناه في الشات اللي قبل كده، بعد الزرار بتاع الاضافه استدعي الداله اللي هي بتاعه الاوتو نمبر اهو، هاخد السطر ده كده هستدعيها. حلو. طيب امتى بقى؟ بعد تم الاضافه، يعني اذا ضاف البيانات مظبوط اعمل الاوتو نمبر. طيب اذا ما ضافش البيانات مظبوط ما اعملش الاوتو نمبر. حلو قوي. هاجي هنا مثلا انا عندي اسم المؤلف هسميه مثلا حسن علي. حلو. والدولة بتاعتنا نخلينا هنا في السعودية، والتاريخ نختار تاريخ غير تاريخ النهاردة عشان نشوف هيغيروا تاني ولا لا. ندوس على زرار إضافة، قال لي تم الإضافة، بصوا جاب لي هنا رقم 3 ورجع لي على التاريخ بتاع النهاردة ورجع لي على الدولة مصر اللي هي أول عنصر عندي تمام. هو ملوش دعوة بالاسم، هو ليه دعوة بالرقم. والمؤلف هنا عندي بقت كام؟ بقت فاضية تمام. فكده عملنا الأوتو نمبر. حلو. طيب ما عملناش الزراير بتاعت الاوتو نمبر اللي هي بتاعت ترو فولس اللي هي المفروض في حاله الاضافه بقى في حاله الاوتو نمبر بقى في الزراير دي، ما عملناش الكلام ده. فممكن نيجي اي شاشه من الشاشات دي مثلا الكانتري بريزنتر ونقفل الكلام ده. هنيجي مثلا هنا في حاله الشاشه بتاعتنا مثلا الكانتري، نيجي عند زرار الاضافه او نيجي هنا في داله الاوتو نمبر تمام. طبعا هناخد الكلام ده كده كله كوبي و نحط فين؟ نحط في المؤلفين بتاعت الاوتو نمبر بتاعتي. ان انا في حاله الاوتو نمبر انا عاوز الزراير دي تكون مقفوله، طبعا هغير اسم الانترفيس والمتغيرات دي مش هتتغير لان المسميات عندي موحده. طيب المفروض بقى في لما اجي اعمل اسم التنقل الكلام ده هيكون شغال معايا عكس الكلام ده كله زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت. حلو قوي. فالمفروض في حاله الاوتو نمبر لو جيت ارن زي كده هلاقي الزراير بتاعتي بصوا مقفولة، يعني أنا دلوقتي مش مسموح لي غير إن أنا أعمل إضافة وبس، ما ينفعش إن أنا أعمل أي حاجة تانية. طيب بالمرة عاوزين نعمل دالة نملى بيها ال
داتا جريد فيو بتاعتنا، وعاوزين نعملها بالمره فين؟ في الاوتو نمبر، بحيث ان انا كل مره بضيف بيانات جديده عاوز ان البيانات دي بتاعتي تتضاف عندي. فهقول له ايه؟ الاوتو نمبر الداتا جريد فيو بتاعتي موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في الاسر اهو، لو نفتكر موجوده باسم داتا جريد فيو، والداتا جريد فيو رابطها طبعا بدي زي ما احنا فاهمين. طيب فهاجي هنا اقول له دوت داتا جريد فيو بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اسر سيرفيسز تمام دوت جيت اول داتا. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول له حط لي في الداتا جريد فيو جيت اول داتا، يعني هات لي كل البيانات اللي هي بتاعت الاسر. حلو قوي. طب هو المفروض احنا فاهمين ان الداتا جريد فيو الخاصيه اللي بتعمل لي كده اللي هي داتا سورس، طب هو عارف منين الداتا جريد ان الدي جي بي دي يعني داتا سورس؟ لو رجعت هنا كده فوق كده هلاقي ان المتغير اللي جوه الانترفيس اللي هو اسمه الدي جي بي انا رابطه هنا بالشاشه بالدي جي في بتاعت الشاشه اللي هي دي دي جي في اهي اللي هي اسمها دي جي في دوت ايه دوت داتا سورس. فهو اوتوماتيك بمجرد ما انا اكتب له دي جي في بيفهم ان انا اقصد بيها الداتا سورس. طب لو انا اقصد بيها حاجه ثانيه او خاصيه ثانيه اعمل لها مسمى جديد. فانا كده عندي اصبح هنا الداله دي طبعا زي ما احنا فاهمين بتستدعي لي الستورد بروسيجر اللي هو جيت اول كانتري اللي هو بيجيب لي كل الدول بتاعتي. طيب ده كده في حاله الاوتو نمبر. نفتح كده ونشوف يا ترى الجيت اول كانتري هيشتغل معانا مظبوط ولا لا. طبعا مظبوط، بس الستورد بس الداتا جريد فيو بتاعتنا عاوزه تتظبط شويه. اولا طبعا هنمنع الاضافه والتعديل والحذف هنا، ثانيا هنعمل اللي هو مساحه العمود والكلام ده كله. هن مثلا في الروز هنا هنسميها اول سيلز، وهنا في الكولوم هنخليها فيل، وهنيجي في الرو سيلكشن او السيلكشن مود هنخليه راحت فين السيلكشن مود، السيلكشن مود هنخليها فول رو، يعني اقف لي على الصف كله مره واحده ما تقفليش على حته صغيره. ونضيف بيانات دلوقتي ونشوف مجرد ما نضيف البيانات دي هل يا ترى هيضيفها لي هنا مباشر ولا لا. طيب عاوزين نضيف طيب انا اسف، هنا احنا عرضنا الدول، احنا هنا عاوزين نعرض ايه يا جماعه؟ عاوزين نعرض المؤلفين مش الدول. ف الستورد بروسيجر بتاعنا كان غلط. حلو قوي. فنرجع نعدل تاني في الاوتو نمبر. كل اللي احنا هنعدله في داله الجيت اول داتا دي، انا كان عندي ستورد بروسيجر بيقول لي جيت كانتري او كانتري جيت اول، يعني هات لي كل بيانات الدول. لا انا عاوز اعمل واحد تاني بس جيت اول ايه بقى؟ اوسر داتا، بيجيب لي المؤلفين مش الدول تمام. اوسر داتا. طيب هل انا موجود عندي ستورد بروسيجر بيعمل لي كده؟ ممكن نتاكد مع بعض. اوسر طبعا مفيش، فهجيب اي ستورد بروسيجر من دول، وكل اللي انا هعمله هعدل فيه بس تعديل بسيط. هاجي بدل الالتر هنا هقول له ايه كرييت تمام، وهنا بدل كانتري هقول له ايه اوسر. اوسر يعني البيانات كل المؤلفين. طيب هاجي هنا اقول له فروم ايه؟ فروم اوسر برضو نفس الكلام. طيب هاجي هنا يا جماعه اقول له ايه؟ رقم التصنيف عندي تمام، او طبعا المفروض الكلام ده كله غلط. هاجي مبدئيا امسح الكلام ده هعمله وانفذه الاول ككويري، وبعد كده ابدا اعمله كستورد بروسيجر زي ما احنا شايفين. طيب انا عندي هنا الاي دي والنيم والديت والكانتري اي دي. هاجي هنا اقول له اول حاجه الاي دي as مثلا رقم المؤلف تمام، بعد كده النيم اللي هو اسم الحقل اللي بعد كده اقول له as او اسم الحقل بالعربي هيكون الاسم مثلا او اسم المؤلف زي ما انت عاوز، والتاريخ اللي هو تاريخ بقى الاضافه او تاريخ اي حاجه هنسميه هنا مثلا التاريخ، والكانتري اي دي عندنا هنا طبعا هنا مش هنعرضه، احنا عاوزين نعرض اسم الدوله بتاعته، يعني المؤلف ده من انهي دوله. طبعا احنا كفاهمين كداتابيز مش هينفع ان احنا نقول له رقم الدوله كذا، لا احنا هنجيب له اسم الدوله منين؟ من جدول الكانتري. فهنيجي هنا من جدول الكانتري دوت كانتري نيم تمام، هنيجي هنا نقول له الدوله. طبعا المفروض الناس اللي متابعه معانا من زمان فاهمه الكلام ده، فهنقول له هنا في الكويري بتاعنا هات لي البيانات من جدول الاسر وجدول الكانتري، بس بشرط بسيط جدا ان الاسر دوت كانتري اي دي
بيساوي الكانتري يعني الاي دي بتاع الدولة هنا بيساوي الاي دي بتاع الدولة هنا. فالموضوع بسيط جدا، ماشي تمام. هو هنا بيقول لي ان الحقل بتاع النيم ده، بتاع الاي دي وبتاع النيم ده مشتركين في الجدولين، فهو بيقول لي انت عاوز تجيبه من انهي جدول، من ده ولا من ده. فالايرور ده ظهر لنا كتير جدا قبل كده لو تفتكروا، وحلناه. موضوع بسيط جدا، بحط اسم الجدول قبل اسم الحقل عشان بقول له هات لي الحقل ده من الجدول ده، تمام. هاجي انفذ هلاقي اهو بدل ما كان بيجيب لي الرقم بتاع الدوله دلوقتي جايب لي الاسم بتاع الدوله. فكده الستورد بروسيجر بتاعنا سليم. فهنرجع ده كده اهو ونقول له كرييت بقى. كرييت يعني انشئه لي، فقال لي كومبليت سكسسفولي، تمام. طيب اسم الستورد بروسيجر بتاعنا ايه؟ هنجيبه هنا اهو، والداله اللي هي بتاعت جيت اسر اول دي اهو، جيت اول اسر داتا هنستدعيها، تمام، في البريزنتر بتاعنا. بدل ما احنا هنا كنا بنقول ان داتا كريدت فيو بتجيب البيانات اللي فيها من الجيت اول داتا، لا هنقول له بتجيبها منين؟ من جيت اول اوسر داتا اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي حالا. ونرن مره تانيه كده ونشوف يا ترى هتشتغل معانا مظبوط ولا لا. بصوا فجاب لي رقم واحد ورقم اتنين. طيب نضيف رقم تلاته، محسن محمد مثلا، نخلي الدولة بتاعته مثلا دي اللي هي اسم غريب، ونغير شوية في التاريخ، تمام، ونعمل إضافة. بصوا اللي حصل، بمجرد ما دوست على إضافة جاب لي اسمه هنا، وطبعا اسم الدولة بتاعته اللي هي دي، وجاب لي هنا رقم أربعة، يعني من فضلك ضيف رقم أربعة ورجع لي هنا، يعني الأوتو نمبر بتاعتنا اشتغلت مظبوط، والفيل في الداتا جريد فيو اشتغل مظبوط. طيب في الدرس القادم ان شاء الله عاوزين نعمل اسهم التنقل، واحنا عملناه في شاشتين قبل كده، ونفس اللي احنا عملناه قبل كده هناخده هنا كوبي، والموضوع بسيط وتافه جدا جدا. وبعد ما نعمل اسهم التنقل هنعمل مع بعض موضوع الحفظ والمسح والتعديل، وهنعمل فاليديشن او هنعمل شرط تحقق للاوتو نمبر دي، بحيث لو كل البيانات دي اتمسحت مره واحده اعمل له شرط تحقق وما يضربش مني. ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.